بسم الله الرحمن الرحيم. آخر دراسة علمية أجريت حول الإدمان على القمار أو الميسر تؤكد أن هذا الإدمان يؤدي إلى سلوك عدواني لدى الإنسان، يطور لديه البغضاء والعداوة تجاه الآخرين، وقد يصل إلى جرائم عنف وقتل أيضا. سبحان الله، إذن أصبح لدينا حقيقة يقينية تقول إن الميسر أو ما يسمى بالقمار يطور لدى الإنسان هذا السلوك العدواني. الله تعالى أشار إلى هذه الحقيقة قبل 14 قرنا، يقول عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ لا نملك إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام.